for talking about what happened in Joe prison in March 2015, we have to talk about the history of the of this prison specifically. There are torture ongoing from 2011 until 2015, ongoing, did not stop. Joe prison is only for 1,500 people, but there are 3,000 prisoners right now in this jail, so there is overcrowded. بدأت الأعداد تتكاثر بحيث أن المبنى يعني مثال مبنى أربعة الذي يستوعب إلى 460 سرير يوضع فيه 1020 سجين. المبنى الذي يسع إلى 66 سجين أو سرير يوضع فيه 130 سجين. العدد هنا في مبنى 6 152 واحد. الحجرة صغيرة ضيقة واجد يعني أعطيك على هاتين مترين العروض طول 3 متر. هذه الحجرة فيها 4 أسرة، حق 4 أسرة هي أساسا حق 4 أسرة بس 4 ينامون فيها، إحنا اللي فيها 14 واحد. مو طبيعي العدد، مثل ما قلت لك أنه ما في مكان أول تنام فيه أساسا، صارت احتجاجات. الشباب سووا فعاليات مثلا يطلعون قدام البوابة يقفون صف لابسين فانيلات يكتبون عليهم اكتظاظ. The Bahraini government themselves have recognized that they have a severe overcrowding problem in Zhao prison. Their own report from 2 years ago, their own ombudsman report, noted at the time that there were almost 2,000 prisoners in a facility made for 1,200 inmates. And when we have interviewed detainees who have been released from Zhao prison, they have described to us the severe overcrowding and how that is impacting the health and the well-being of all inmates. حادثة 10 مارس هو كان بسبب اعتداء على أحد السجناء وعلى ابنه وعلى ابن أخته، وهم ثلاثتهم سجناء. طبعا الابن وابن الأخت هو قضيتهم قضية سياسية وهو قضية جنائية. بالإضافة إلى أنه تم الاعتداء على إحدى بناته بسبب مشكلة يعني بسيطة ممكن يتم حلها من قبل قسم الزيارات، لكن انتهى الأمر إلى الاشتباك بالأيدي بين الشرطة وما بين العائلة، الأمر الذي جعل أحد الشرطة الأردنيين أن يأتي ويوجه لكمة على عين المصاب، ولا يعني بسببها أصيب بحالة إغماء وتم إرساله إلى مستشفى العسكري. وصل خبر الجماعة لأن كان تم ضرب النساء أثناء الزيارة يعني. نما إلى علم السجناء باعتبار أن الأب في مبنى والابن في مبنى آخر وابن الأخت في مبنى آخر، نما إلى علمهم أنه تم اعتداء على العائلة وعلى يعني اللي هو النساء. وبما ان يعني مسلسل الاعتداءات متكرر وقبل فتره تم الاعتداء على احد السجناء وافضى هذا الاعتداء الى الموت. مسكوا الباب وقبلت السالفه. سددوا الباب اللي هو باب الرئيسي فلتوا كباته عليه ولا يسدونه عشان يسفتونه. وجل بعدين جل اللي هو ضابط ويا الشرطه قال لهم وش المشكله ايش محتاجين وده؟ قال هذا ضاربين واحد في الزيارة يا موخته. قال الضابط ما ضربوا نسوة في الزيارة. ذاك يكلمه يقول له إذا ما ضربوا جيب اللي راح الزيارة، أنا ما رجعوه. إذا ضربوا ما رجعوه. قال جيبه ونشوف احنا نتفاهم. فما هذا الضابط يجيبه فما خفت السالفة. كانت مطالب السجناء بأنه ارجعوا لعاهل الأشخاص على أساس يهدئ السجن. مرة واحدة ما تعالى صوت طلق علينا. سمعنا قنابل صوتية اشتمينا مسيل دموع قلنا اسمه يعني كل واحد فرج قلو صاير وكذي. شفنا ان سجن اربعة كانت يعني اشتباكات ويا الشرطة فقلنا فتالي بعد ما السجن رطر طلعوا بعد على الشرطة السجن ستة بعد طلع سجين واحد طلعوا وصارت مشاكل الشرطة
الشوارع ما تعلق طاقة مو طبيعية من وراء قدام، يعني في باب الباب الخلفي الباب الرئيسي، ثم طاقة من البابين. قمنا لفشينا على الحجار. ايش هو الشغب داخل؟ هو باللي سبق دخل الحجرة هذا محظوظ شوية. اللي ما سبق دخل الحجرة تسمع صوته طبعا انه واحد يصاحب العظام تكسرت. يقول لهم بموت بموت ما حد تشوف الضرب مواصل عليه. صار الضرب ليالي. بعدنا استخدم الأسلحة مسيلات دموع طلقوا داخل شوزن طلقوا قنابل صوتية كانت موجودة صارت واجد شوزن قنابل صوتية اختناقات موجودة كانت في الشباب شوزن قال بس على تفتح بعدين داخل المبنى يوم نشوا شوزن شوزن داخل المبنى في واحد حطينا مصابي بعد الحين إلى آخر الأيام قبل لا أطلع إذا فيها شوزن هني نلفه نلفه كامل في أكل بس بيزعل حتى اللي صار فيها فبس اللي صار أخاف يقدر يأكل منها. كانوا السجناء في عنابر مغلقة، فأثناء عندما أن توجه له غاز مسيل الدموع من الطبيعي أن يختنق هؤلاء، وفي السجناء كبار سن ومرضى، وأيضا بسبب المواجهات تم يعني الاعتداء أو الاستخدام الشوزن وأطلاق على فخذ أحد المصابين. الآن هو متواجد في مبنى 10 الأخ رضا الله شافي، والجرح كان عميق وكان يستدعي لتدخل جراحي، فلحد الآن يعني يتم الاكتفاء بتطهير الجرح دون عرضه على الطبيب الاستشاري الخاص بالجراحة. بالنسبة لكسو ما عالجهن أول يوم يعني ولا ثمان يوم ولا ثالث يوم تمت أسبوع ودهم بس العيادة يجيبون يعطونه محبوب يلفونه شدي بس شي عادي. بعد فترة يعني بعد كن 10 أيام شدي قالوا اللي عنده إصابة بليقة ودونا العسكري. بعدين جبسوا إيد واحد ودوا هذا ما شو وزن له شو هاله شمل واحدة هي الحين في إلى شمل واحدة بعد ما شيلوهم. صرفت أنا قطع حبال على سامي ردت العصا ينفرشها أولي متعورة في راسها أولي في أيديها اختناقات ودي عصبيان واضي متعوري دشوا عمر حجرة واحد متكون الباب استحلوا السجن يفتحون الأبواب كانوا يطلعون الأوادم غرفة يفترون عليهم وفلتونهم برا يعني هذا الباب يفتحونه يفلتونه برا مسوين سلسلة قام الشغب سلسلتين يعني كذي يكونوا فنتين احنا في النص اللي طلعنا من الحجار فلتونا برا وتنزيع وين ما تجيك وين ما تصيبك تجيبك في الراس في الظهر ادم اتكسرت بروسه هني طبه ولا كل مكان تصيدك بضربه ادم عيونه يعني فالف واحد طلعت اول حدود الشوارع هذه الحدود اللي نقيم فيها طلعت فالف واحد في العمر الممر طلعت طالع يمين يسار ما في الا ازرق وانا اروح ما ادري طالعين الضرب أطالع يمين يسار ما في مكان تروحه اللهم إنه ما كل أزر كل شرطة كل شغب وحروات بس حتى يسار ما أحس بجسمي كامل حروات شلت علي من راسي لرجولي رحت صوت يسار لآخر حجر في العنبار انبطحت خلاص ما أقدر أمشي انبطحت حتى يطير على راسي وقعت شوي قام طالع فلوس ما طالع طول ما انبطح ضرب فيهم هم وقفوا إلى ما صرنا مجموعة خلينا نقول 20 واحد فضلوا بعض 30 كذي مسوي نفس الجسر يجون طفوا فوق لنا طول حين نفسنا بيت الهزاز ما خلوا فينا نروح وضرب الهروات وصل قدام لما تشوف أولي مكدشة فوق بعض حتى يوم وصلت واحد متعور حد جودني وسفت واحد بي يعني قصوا سفت واحد يعني خلاني شيء جودني وكان ندق علي أنا كده حتى كسر خاطر وقت ميت مكاني أنا كلش متعور على حد وانت مكدشين فوق بعض ويضربون نضرب بحطب كانوا يضربون وبهروات وبهوزة وبوايرات أطالع تحت أشوف كله دم في المف أنا قاعد على دم ولا قدامي كله كل دم وواصل ناشئ منه دم حتى أقول رحنا اليوم التوجيه الضرب المبرح بالهروات بعضهم أدى إلى كسور إصابة كسور وإصابات في الرأس وإصابات في الوجه وإصابات شديدة كانت يؤسف أنه يعني تحدث في مركز إصلاحي يعني مؤسسة حكومية يفترض فيها أن تستخدم الحكمة والعقل في التعامل مع مثل هذه الحالات. الجار كبير في السن كان فوق لتحت دم ضرب متواصل
وتعذيب وهونة وتسب حتى المذهب تعرضوا له، وهم داشين حجرة الجنائيين كانوا مو بس سنة يعني أردنيين وصاروا. قال لهم واحد منهم قال لهم إن أنا أردني، وقفوا. قال لهم مش من أنا أردني، قال لهم واحد أنا مصري، واحد قال لهم بعد أنا أردني، واحد قال لهم أنا سني. أخذهم طلعهم ورجع عليهم في الفنس. حتى إحنا كنا مقابلين الطوف وهم مقابلين عود قاعدين يعني. في أول وشوف الشعب بيقول هذا هندي هندي هندي، شوفوا قدام ما يلمسونه. أما تجي أنت قدام وسك الضرب صح. يعني لنجي العسكري إلى السجين يسأله أول شيء، هل أنت سني أم شيعي؟ أو هل أنت قضيتك سياسية أم جنائية؟ أو هل أنت بحريني أو يعني أجنبي؟ في اليوم الأول يعني لما جت قوات الشغب كان يعني استخدم لهجة مقززة، فكان يسأل عن السجناء السنة وفرزهم عن الشيعة. لين طلعوا الشباب كامل موجودين في السجن، خلهم كلهم في فنس واحد، 1000 وشوية تقريبا كلهم في موجودين في فنس واحد. الفنس كان ملعب يعني ملعب كرة قدم للشباب، مصنوع يعني من أسفلت تحت ومصور يعني جميع الجهات، ما كان مغطى ولا شيء. فكنا 4 أيام كان تصيدنا الشمس يعني وقت الظهر يعني على طول كنا قاعدين في الشمس. You know, we have been documenting ill treatment, cases of torture, and a climate of impunity in jail prison for quite some time. The most recent allegations came after the reports that we've documented of ill treatment and torture of inmates after the March 10 riots in Zhou prison, where after an attempt to quell the riots, the police used excessive force and also, quote unquote, punished many inmates by beating them very severely. في البداية ما كان فيه ولا خيمة ولا كان فيه شيء، بس السور والاسفلت ما في دورات مياه، حتى لو احنا محتصر خلونا يبون في الزاوية. أول يوم يعني صار خلونا لنا زاوية إن احنا نبول فيها كانها حمام، وفي النهاية قعدنا مكان البول اللي بدنا فيه. كانت هناك بقعة ماء زين يؤمر فيها اللي هو السجناء أن يقوموا بعملية التبول في البقعة، ومن ثم يعني إلزام السجناء بالتمرغ في هذه البقعة الماء المحتوية على الأبوال، وهذا الذي أدى إلى بعض حدوث بعض الأمراض الجلدية. طبعا هذا العقاب طال حتى مشايخ الدين والأساتذة وال أطباء وكافة وكبار السن وصغار السن. ليش ما حجاته يصنع حركات يعني وجهه هالطريق؟ إحنا شفت 2 بس من المساجين اللي شفتهم يعني اللي حبوا وجودهم على الشرطة خلوهم يحبوا. أنا شفتهم بعيوني. شفت واحد يعني مجموعة من الشباب قاموا يسمعون يضربونهم يسمعون كذي مساريح وضرب فيهم وقل له شو مود لهم جوتي الله الأحسن نضف جوتي الأحسن كذي شو تطلع جوتي قال وصف مش عارف شوية يعني مال في الحمام واحد مش شوية في الحمام حفيس في حمام خراب ما تقدر تسوي فيه شو بعد أراد كان ما مقطوع لأن يعني والله ما بديش الحمام كمان مكلف كمل أنت طالع لك توضع وشيلة كلش ما في كان في براتي مفلت على ورد خلى واحد من صغيرنا يشيله كذي رأسه في الطوف مو شوي تنفيذه شوي يا خلى مشي يروح ورجعه شرطة أردني من الأردنيين وكان إذا يحبون الجوتي يقول لهم لا طلع لسانك الحسب كانوا ضربوهم ضرب ولما خلوهم يحبون الجوتي ما أدري إن في واحد تعرض له ثاني بس أنا ما شفتهم بعيون اثنين سب في الناس في المذهب ما خلى في النبي عليه انتم الشيعة شلون نور علي هو الله شلون نور ايش كذي ما حدا فينا يتصرفون اي تصرف يبونه يضربون يعذبون يشتمون يسبون اي شيء يبونه في النزلاء يسوونه
مزاج، كان الوضع يعني مزاجهم. فأربعة أيام وهم يحققون، وأثناء التحقيق عرضوا الكثير إلى الضرب المبرح، وهناك طبعا يعني أمور كثيرة حدثت في داخل اللي هو أثناء الأربعة الأيام تواجدنا في العراء، من يعني إجبار السجناء على ممارسة بعض الحركات أو الاستهانة بهم، الألفاظ اللي هو النابية، الألفاظ الطائفية، الاعتداءات المبرحة بالهروات وبالتعذيب، في تم تشكيل لجنة تحقيق داخل العنبر من ضباط من قوات مكافحة الشغب، ومن أيضا اللي هو شرطة وضباط السجن. يجون طالعون مجموعة يعني تقوم تروح تطرح كبيرة الاتصال، قالوا فيك شرطي والاتصال ضابط وحمل الشغب هروة، هو الهرم رفع على راسك اتصل على البيت تقول له أنا أوكي ما فيني شيء، تتصل ألو أنا أوكي ما فيني شيء، تنتحر أي كلمة تقولها سيد مضرب بالهروات. هذا أول مرة أنا في الفين سنين كوا كاميرا فوق، كاميرا فوق واحد يضبط الكاميرا على الساحة نفسها، يعني لما بيضرب يضرب على زاوية ما تبين فيها الكاميرا، أو داخل دافي يضرب داخل الساحة. ما ضربتهم في الساحة أول يوم ضرب ولا تكبر الكاميرا فوق إيه؟ يعني ما كول كاميرا ضبطت كل شيء، ما نضعنا في الساحة دخل نضافة حق نضرب. أن أنا لاحظت في مبنى عشرة أن في بعض الأماكن موجود فيها كاميرات مثل الفناء الخارجي، ولكن كانوا الشرطة يستخدمون أماكن بعيدة عن الكاميرا يمارسون فيها الضرب اليومي. في سباق أنا واحد بيضرب واحد يعني الشغب بيضربه يقول لنا تضربه ويطير فوق على الكاميرا، أضربه يسحبه يوديه داخل داخل. Our main concern in Bahrain today is how dissent, peaceful dissent, has been criminalized. And in Jau prison, you have a large population of prisoners who are there simply for, you know, using their right to freedom of expression and freedom of association, freedom of gathering, freedom of protesting. And our view has always been that all peaceful activists should be immediately released, and that accusations and even using criminal provisions to put people in jail simply because they may have criticized the government in Bahrain or criticized the king or peacefully protested their rights, that these people, there's no reason for them to be in jail. The United Nations are aware of the torture that is ongoing in Bahrain, and that's why the special rapporteur of the torture, Mr. Khwan Mandir, still not allowed to come to Bahrain from 2 years until now. This year he also called the government of Bahrain publicly to allow him to visit Bahrain, but still he's prevented because there is ongoing torture in Bahrain. So that's why I think we need the victims to push on the United Nations to that the people and the families and the activists, we need urgent visit by the special rapporteur of torture to come immediately in Bahrain to investigate the torture. Especially we are talking about war situation that last year in November, Hassan Sheikh, he is 35 years, was killed under torture in this in Jau prison. إلى المؤسسات الحقوقية وفي مجلس حقوق الإنسان أن يكون لها دور الفاعل وذا جدوى في اللي هو يعني ممارسة دورهم على هذا النظام لإيقاف هذه الانتهاكات الخارج عن الدائرة الإنسانية. So we're not talking about something only tortured. It's more than torture. There are people killed under torture in this prison, and also the reason that there is no law, there is culture of impunity. There are high orders from high official to attack these prisoners, because all these political detainees, they are fighting for freedom and democracy in Bahrain, and there are high orders from the dictator to attack them, to suppress them as a punishment to them, that because they were fighting, because they were protesting on a daily basis, fighting for justice and human rights. So this Jau prison become the place that the government can revenge on those political detainees that they have think to go out and call for their rights.
لا نكتفي بإصدار بيانات وإدانات ويعني توثيق بعض الحالات، نريد من الأمم المتحدة أن تلزم هذا النظام بزيارة مفتشية السجون والاطلاع عن كثب والاستماع إلى السجناء وما يعانون، واتخاذ الإجراءات التدبيرية لوقف هذه الانتهاكات. I have no idea why the Bahraini authorities are refusing to cooperate with the UN Special Rapporteur on torture, Juan Mendez. But if they have nothing to hide, then they should let him in. So the only reason I can think of why they don't want him in, because they're worried about what he's going to find. Otherwise, why would they not collaborate with the UN? So Nabil Rajab was arrested from his house, and he could face 10 years in a prison for this tweet, for talking and reporting about what's happening in jail. And he was charged with insulting Ministry of Interior. Instead of investigating the torture that Nabil Rajab was publishing in his Twitter account, the government of Bahrain's arresting him. So it's not only that they torture the prisoner in the jail, but also they arrest anyone who talk about these crimes in the jail. One thing that has been, you know, the Bassiouni report, what's called the, you know, what came out, had very clear recommendations on accountability. But looking back now, we see that most of these recommendations have not been implemented. And those that have mostly been about cosmetic implementation and not getting to the core of the issue of accountability.